السلام عليكم. اليوم عندنا ان شاء الله جزء ثاني من الكرول في الميدان مع الشباب. خليكم مع الفيديو. التنجاي غتخرج لي هنا صافي، ولكن غدير العومه الصحيحه فهمتي بدون فوت. قلنا شوف دير واحد جوج ومره هز راسك شوف فين غادي حيت البحر. الاخ اللي نشوفو دابا يتلاح يعوم، مازال جديد في السباحه تقريبا 8 الحصات او 9. اللهم بارك. دابا راه بدا كيعوم في فوندو، الحمد لله اختصرنا ليه الطريق. الله يبارك. زيان اكدعك كتبانيك اكد لا نمشي نبقى غادي اصاحبي نبقى غادي بشويه ونجي نهبط هنا فهمتي، ما نوقفش ما نديرش ديك الدعقه نوقف. هاد السوف اللي خدينا دابا خصو نخدمو به نوظفوه اللي خدمنا به دابا غندير. انا كان غنصص عيني وندفع وناخذ ناخذ جن ما نبقاش ناخذ بالزربه بالزربه بالزربه. وفي الوقوع شوف ما عمرنا ندير ديك الدعقه ديال نوقف، راه نوقف نقدر نوقف ونديرها كيما راك انت كتوقف ما كتوقفش ايوا صافي. يعني غنبدا نديرها بشويه، انا راك نحسبك من عينيك بحال الحزن كيولي لك في عينيك ملي كتبغي تهبط. واش فهمتي؟ لا نبقى مطلوق نبقى مطلوق. المشكل عندي انا التلفز كناخذ في الاول مزيان كنمشي واحد المسافه. اه ولكن فاش كنبغي ناخذ المره الثانيه تما كنتعاقب. راه ديك الوقفه شتي ديك الوقفه اللي كديرو ديال ها؟ راه بحال اللي كت فهمتي كت لا نبقى غادي، وخصوصا شتي ملي كيكون الكره نمشي معاه. حيت ما كاينش شي بلاصه غيضربك معاها ولا شي حاجه فهمتي؟ عاود رضوان سير. سير عودة من ليه يلا سير. وي بيان جو. هادشي اللي كيسبح 3000 متر عادية في الماء عادي، يجي الماء بارد راه ما غيفوتش واحد 500 متر ولا 600، ولا كان بارد كثر كاع يقدر 50 متر ويقدر يوقف. ها نعم، علاش دابا شحال من واحد كيكون هو راه كيعرف يعوم وكيعوم في الماء عادي والبحر، شي نهار البحر كيكون الماء مثلا 5 درجات ولا 6 لا ما لا ما الطاقة ديالو ما عندوش ديال هذاك اللي كان كيضرب هو ديال المسافة طويلة. لا ديما الماء بارد الانسان. علاش دابا الماء بارد كيديروا 50 متر السباق فيه 100 متر هنا في المغرب عندنا 1600 هي الماكسيموم المايل. علاش الماء بارد كينزف الطاقة فهمتي؟ هذا اللي كاين دابا هنا الماء بارد، العومة ديالك اللي قبل راه ما سطاش هنا. ولكن ملي غتعوم فيه هو تضابط معاه تعوم فيه، ملي غيجي ثاني شي ما زوين غتعوم فيه ثاني احسن. حتى الدرجة ديال الماء الانسان يلعب عليها، لكن الماء بارد بزاف ما نحاولش نغرق في البحر مزيان. وشوف ويدي كندير لها هكا كنجر البحر. مال هادي ملي كنسرح شي يدي قال لي رضوان شيها هذيك التسريحة لا التسريحة انت الفوق. لا هيدك ياك الماكسيمو ديالك فينا هو هذا حطه هنا، ما كاينش هنا ولا هنا ولا كتحطه هنا. اها ملي كتحطه هنا كتزيد ثاني تجليسي واحد شويه. كندور بكتفي. ها كندور بكتفك. كنحطها ملي كتجرها بحال هذا هو الكروس. نهز نخشيها في الماء شيها في الماء الماكسيمو الاخر ديالك دي هاي. قلت لك الماكسيموم ديالك فينا هو هاو يعني طلعت غتحطها هنا غتجي ما تخشيهاش من هنا ولا من هنا ولا من هنا غتدورها حتى لابعد نقطه حتى لابعد نقطه. مثلا الابعد نقطه ديالي هادي شوف ولكن ما غنعاودش ثاني نجبدها من هنا غندفع ثاني ديك الصخره تمشي معاهم يلا بان ما تمشيش من لي اجي ليا من هنا باش تشدهم يلا سير سير اوب ميلود يلا سير. عبد الحق عبد الحق مزيان سير ليه 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 جوي مزيان يا مراد معلم. سير سير ميلود سير. وي فارسي بيان جوي سير فارسي. لا رجلك ما تجمعهاش يا فارسي. او 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 فارسي رجلك ما تجمعش رجلك ما تجيش ليها سير ها يلا سير سير عند الدراري ديريكت
سر كيف شفتوا الاخ الاخراني اللي بقى الاخر يعني ما راه ما غيجليسيش في الماء وعنده لي فوت. شنو الفوت اللي عنده؟ هي ملي كيضرب يده رجله كتضرب بها الطريق. اذا يلا سير، اذا ما غتخلينيش نجليسي، ما تخلينيش نجليسي. اذا هذا السيد اللي هو ود البحر وعوام الا كانوا عنده لي فوت وكان داخل البحر وبدا شي واد ولا بدا شي ريح ولا بدا شي حاجه تغيرت في البحر راه ما غاديش ينجم، خصوصا الا كانت شي مسافه طويله. اذا خاص الحركات يكونوا مضبوطين، الجسم يكون بهذه الطريقه، الجسم الفو ينزلها انسان في خطر، الجسم يكون بهذه الطريقه، الجنين كيضربوا بهذه الطريقه، الراس داخل في الماء في البحر استثنائي، الراس كيتهز ماشي بحال الشكل ديال البيسين، البيسين ديما راسين لانه كاين الخط كاين فيلي كاين المهم كاين الماء صافي. هنا البحر ضروري كنشوف الروبير، بحال دابا الدراري هما غاديين هاي كاين صخره هنا خصهم يشوفوها باش يفوتوها. وي معلم سير سير معلم سير بيان جوي سير سير بومعيز مزيان بعد مع الصخره. البحر خصني نهز ديما نهز زوجي نشوف راسي فين غادي. اذا خص الحركات يكونوا مضبوطين وكذلك دوينا على المبارد، المبارد كينزف الطاقه ماشي بحال المسخون ولا المعادي ديال البحر. يعني ملي يكون المبارد كنت كنضرب واحد المسافه طويله وانا عارف راسي كنضربهم متاكد منها، في المبارد ما نضربش ديك المسافه، نقدر نضرب النص ديالها نقدر نضرب غير الربع ديالها، لان يعني المبارد ما كيخليكش هو مبارد راه صحي بطبيعه الحال صحي، لكن بالنيفو ديالو تا هو الكرول عمليا نديرو عملي في الماء. يعني بالتفصيل كاين الناس اللي عندهم هاد العومه حيت كاين كرول واحد انما كتختلف غير طريقه التنفس او فزان الراس في البحر. قلنا طريقه التنفس كاين اللي عنده كيدير واحد كيجر جوج وكاين اللي كيدير ثلاثه واحد جوج ثلاثه. هذه ديال ثلاثه كت اللي شدها مزيانه لان كتولي كتسرع بها بواحد الطريقه اللهم بارك. وهذيك ديال الربعه هذيك ديال الربعه ما تخليكش دير مسافه طويله، هذيك غير ديال مسافه قصيره. وكاين اللي كيدير سته وهذا ولكن قد ما زدتي قد ما كديرش مسافه طويله. اليوم ان شاء الله غندير السباحه اللي كنسبح انا، يعني كناخذ على ثلاثه حنا غادي نشوفوها ان شاء الله وفي البحر، وهذاك الشيء عملي وفي الميدان ان شاء الله. الان هذا هو الكرول، شوف يدي كيفاش كتجليسي ما كنخطفهاش، راسي لداخل في الماء يعني الباسان كيبان، الكتاف ديالي كيدورو، هذا هو الكرول. الضربات ديال رجلين كيكونوا متوازين وما كنتنيش رجليا والجهد كيكون من الفخذ ورجلين كيدورو مع الجسم. وهنا كانت نهاية الفيديو، الى اللقاء.